مرحبا. اليوم بدي ورجيكم جيم اسمه Two Point Hospital. Two Point Hospital هي جزء جديد لجيم قديمة بالتسعينات كان اسمه Theme Hospital. طبعا حاولوا يعملوا كتير أجزاء منها. بعدين إجا نفس التيم اللي عمل القديمة يعمل هاي. كتير زبطة بصراحة. بس خليني ورجيكم شو الفكرة. الفكرة إنه أنت بدك تدير مستشفى، والمستشفى هذا غريب شوي. يعني الأمراض اللي بتجي بتضحك. اللعبة فيها كوميدي، مو إنه أمراض حقيقية والناس عم تموت. هلا في ناس بتموت، بس اللي بموت بيصير شبح. وصير بدك تروح تجيب له جوست باسترز. مهم، في هون عندي انا مستشفى حعمل له ريستارت. طبعا فيك تختار، انا عامل هون ساند بوكس. في كامبين مود، الكامبين مود كتير ظريف، بيعلمك الجيم شوي شوي. طبعا انا هون عامل ساند بوكس. طبعا هي الخريطه اللي اخترتها، في كذا خريطه فيك تلعب فيها. هذا الارن اللي بتشتغل فيها. طبعا كمان اذا حابب توسع المستشفى فيك تشتري اراضي من هون ومن هون وكذا وتوسع المستشفى تبعك. بس حاليا انا شو بدي اعمل، بدي اعمل مستشفى هون. فاول شيء راح اعمله، بدي انا اول شيء بدي ريسبشنز ديسك. مثلا بيجي بقول له هون ريسبشنز ديسك، اوكي كيف كنت اعمل الروتيت، اي هيك تمام، راح احطها هيك ماشي. هاي ريسبشنز ديسك، رح اعمل روتيت، اعمل الجي بيز اوفيس اللي هو الاوضه تبع الدكتور، بيفوتوا لعنده بيشوفوه بصير بيعملوا تشخيص وهالقصص هاي. رح احط هذا هيك، رح ابلش اعمل حط الاغراض. في اغراض اساسيه بالاوضه مكتوبه كلها هون، وفي اشياء بتضيفها بعدين. فمثلا ححط هون زريعه، بدي احاول اودي الاوضه لبرستيج ليفل 2. مثلا هون بحط شباب باكين، نحط فاير استنجويشر جوا احتياط، صارت ليفل 2. برستيج للاوضه معناته قديش ليفل للاوضه. بتصير الاوضه قديش الناس بتنبسط لما تفوت، يعني اللي بيفوت على المستشفى انه شو هالمستشفى المرتبه هي. فكل ما كان البرستيج اعلى كل ما كان احسن. ما علينا، انا عملت برستيج 2 مبدئيا، ما بدي كتير تقل. المستشفى لسه جديد. هلا هحتاج شغلتين، هحتاج دكتور وهحتاج اسيستنت. الاسيستنت راح احطه برا يوقف هون ويستقبل العالم. ناخذ ليفل 1 اسيستنت، عنده ابيليتي هي موتيفيشن انكريس سبيد اوف انفيشنسي، بس ما حادفع له كثير. فحط هذا الاسيستنت هون، هي وحده اعتقد تمام. هاي حتوقف هون وحتستقبل العالم، وحيلزمني دكتور. مبدئيا مستشفى صغيره. هذا الدياجنوستكس، كمان دكتور ارخص واحد ب 17 شاطر بالتشخيص، فحنحطه هون اوكي وحنقول له ستارت. هلا اللي حيصير انه هذا حيجي حيحكي مع الريسبشنست تمام، جوينج تو ذا ريسبشن، حيقول له بدي فوت بدي كذا. هذا نام شكله هون، ما مشكله اتس فاين، هو اصلا عامل مثل كانه مستشفى حقيقي. الموظفين بيناموا على بعدين بنطروك برا وتقول له بيقول لك هات التأمين مدري شو. حلو، هلا هاد وصل لهون وحكى مع الدكتور، قال له لازم نعمل لك فحوصات. One of our patients has been sent to all our diagnostic room. We can send him away to... بدنا نبني كمان diagnostic room. فما كفى الفحص اللي عمل له اياه، بده اياه يعمل فحوصات الزيادة. فبيجي مثلا بقول له general diagnostics، بقول له مثلا روح على هاي الأوضة وعمل لي فحص تاني وورجيني. مثلا بدنا نشوف نعمل لك فحوصات زياده، يعني مثلا بنقول له هي اسمها جنرال دايجنوستكس، بنحطها هون، بنحط لها بلانت، بنحط لها ويندوز، هي برستيج 2 خلاص تمام. هي لازم النيرس، بيقول لك لازم نيرس لحتى تشتغل. فبتجي بتقول نيرس، وناخذ كمان هاد او هاد. هذا الدايجنوستيك نيرس خلينا ناخده منيح ونحطه هون. هلا هذا حيجي يفوت جوا وحيشوف النيرس هي، حتعمل له التشخيص. بس يخلصوا حيبين شو المرض، من ممكن نعمل له علاج. اوكي هلا هذا اجت واحد تاني، هي عم تعمل له الفحص هون، وهذا عم يجي. هي اللعبه مانجمنت، انت عم تدير مستشفى. اوكي هذا هلا المفروض حيطلع وحيقول لي شو المشكله. حلو، فارماسي ريكوايرد. اوكي اور دكتورز هاف ديسكفرد ا نيو ايلنس، فيربال دايريا disease people can't stop talking about. اوكي هذا بيخلي الواحد يضل يحكي ويقر، هيك الامراض فيها بتضحك، يعني كله قرار هيك. مهم مثل نسوان الفرن.
The patient is seeking treatment. We will need a pharmacy. فهلا بدي بلش ابني فارماسي. حاجي اعمل فارماسي. فرمشية. هاي فرمشية. حلو. رح حطها هون. زيحة شوي مشان نوسع مساحة. خلي كوريدور صغير للناس تمرق. ورح حط باب هون. هاي باب. ورح حط ويندوز. تمام. وهي دراج ميكسر جوا. وهي بلانت. تمام. وبدنا نحط شغلة تانية بس لحتى نرفع البرستيج لليفل 2. نحط هاي هيك ونقول روح. اوكي هلا هاي اللي حيصير هلا هون عندي انه اوكي هذا فات كمان لجوا. اللي حيصير عندي انه رح نضطر ناخذ نيرس ونفوتها لهون. فهلا انا صار عندي اونلي تو نيرسز. هلا هون واقفين الناس بالدور على الاغلب. اوكي هذا فات اول واحد. الثاني فات هون. هاد طلب شو؟ Our doctors have discovered new illness, bed face. A quite alarming contortion of the face caused by sleeping at a strange angle. لما بتنام هيك بالعرض مدري شو بصير. فوشك بينمل مدري شو بصير بيعمل هيك. هذا الوش اللي بيطلع الصبح. Doctor recommends using a bed contract. اوكي حنلاقي له. بدنا نحاول نجيب لهم نعمل لهم مهجع. اوكي نعمل هذا هون. نعمل هاي هيك. هذا هيك. بدنا نحاول نحط الغراض جوا. طبعا اللعبه حتصفى انك انت عم تحاول تصف اشياء جوا الاوض. نعمل هذا هيك. تمام هاي هيك وهي هيك. اثنين بكفي. ونحط هذا السكرين مشان يفوتوا يغيروا اواعيهم. حيحتاج كمان زريعه هون. شبابيك. حط شبابيك. تمام ونقول له جو. هلا حاحتاج اكيد حاحتاج نيرسز كمان. فحناخذ نيرس ثاني ونحطه هون. هدول بيتنقلوا بين الاوض. اوكي هلا هذا هون عم يتعالج. تمام راح ياخذ حيعمل له الدراجز. ليك بحط له اياه بالخلاط عم يخلط له هي. وهذا هون فات وهذا فات بده ينام جوا. اوكي وهكذا. هلا مع الوقت بصير عندك اما مرضى كثير. بدك تحاول انك يكون عندك كذا دكتور. اوكي هذا اخذ الدواء ومات. او ماي جاد. فهي معناتها اوكي هلا بيموت للاسف تسمم من الدواء. مو شرط انه الواحد يطيب اذا اجى على المستشفى. فهلا هذا مات ووقع بالارض وهلا حيطلع شبحه والشبح هذا حيصير يلحق العالم بالمستشفى. فانا هلا شو لازمني؟ لازمني جانيتر لانه اصلا لازمني واحد يقعد ينظف. بس المشكله انه هاد ولا واحد فيهم بيعمل تنظيف. طيب خلينا ناخذ هاد لحتى يقعد يصلح الاغراض وينظف شوي الارض. خلينا ننتظر 12 يوم لحتى يطلع واحد جديد يمكن يكون بيعمل جوست باستنج. حلو هون خلصنا هاي. حلو هلا الناس حتبلش تتاخر. اوكي نعمل هاي ستاف بروموشن. الدكتور قال انا بدي زياده من 17 ل 20 حنعطيه. نقول له ماشي يعني عم يشتغل الزلمه صحي يعني موتوا الرجال. اسمع مشكله. ليكو هذا رايح وعم حتى عم يكب شغلات بالارض. طيب جانيتور يلا 5 ايام. اوكي هذا واحد ثاني هون عم يتعالج. المرض تبعه سكيرد اوف جوست نوشيس. اوكي خايفين من الهي. طبعا هون بيقول لك هي المرض الدايريه مدري شو. اوكي هلا مع الوقت كمان شو فيك تعمل؟ فيك تصير بتقدر تعمل ريسيرش. بتقدر تعمل مثلا اوضه للابحاث. تصير تعمل فيها ابحاث بتطور العلاجات تبعك وبتكتشف علاجات جديده لامراض ما بتعرفها. هذا مثلا هذا طاب وهذا كمان طاب. ليك حتى مفتوح من ورا ال طيب شو بكره هو الروب. المهم هذا هون. هذا خلص تمام مبسوط. وهكذا شوي شوي بتلاقي المستشفى تبعك صار يكبر وتزبط امورك. حلو هذا بيعمل جوست باستنج. تع روح شوف لي على الجوست. لعن ابوه. هلا هذا مثلا حيلحق الجوست.
هذا الجانيتر الثاني حيلحق الجوست وشو اسمه وياخده. هلا كمان فيك تعمل تريننج للستاف، فيك تيجي تعمل مثلا رومز تعمل تريننج، في ستاف روم كمان حتى يرتاحوا فيها، وفي تواليت هاي كمان مهمة تعملها، هاي ستاف روم نحط لهم محل يرتاحوا فيه، نحط هاي هيك، نحط لمبة بالزاوية. طبعا فيك كمان حتى تشتري غراض، مع الوقت بصير معك ريبيتيشن، بصير بتلم يعني بصير سمعتك بتزيد، فكل ما زادت سمعتك فيك تشتري غراض جديدة. اوكي هاي الستاف روم هون بيجي بيغيروا شكل شوي. فمثلا انا حابب اشتري بوتن جريل، هاي ماشي بيجي بحطها هون، وهلا بصيروا هون بيجي بيلعبوا جولف بس عشان يتسلوا شوي بيزيدوا الفن. اوكي هلا كمان حاحتاج لتويلت، رح احط تواليتات هون، حط له باب هيك. طيب هاي هيك وهاي هيك، كان في زر بيعمل الروتيت بس نسيت انه واحد. طيب نحط هاي اللي بتنشف الايدين، وهاي شو اسمه سينك بيغسلوا ايديهم فيها. كمان ممكن تصير تقدر كمان حتى بتشوف مرات بصير المستشفى بصير باري، مثلا هاي قديش وسخ، هاي الحمامات هون مثلا البوردوم قديش الناس طفشاني، قديش الاغراض بدها تصليح، الستاف انرجي قديش الناس معهم انرجي هانجر، فيك حتى تحط مكاين ليشربوا مي وهيك. فمثلا هلا فيك تيجي تقول ايتم وتقول له درينك ماشين، تروح تحاطط هون، فيك تيجي تحط درينك ماشين، بصير الناس تشتري اكل و بصيروا بيشتروا اكل وهذا بس مشان ياكلوا. تمام فيك تيجي تقول مثلا اللي هي الهيت وينه تبع الهيت، هذا الهيت تمبرتشر. هلا المستشفى تبعي حاطه انه ما بده ريديترات وهذا، فبس ممكن في مستشفيات خاصه اذا عم تلعب الكامبين بدك تحط تكييف وشوفاج اللي هو تبع التدفئه. تمام وهون كمان حتى بصير بورجيك الدور وين واقف الدور وكذا، كل هالقصص هاي. الجيم كتير لذيذ وحلو انه هيك بتكتشف امراض جديده وكذا. هذا مثلا الاسيستنت قال بدي بروموشن، بدي راتبي من 4700 ل 6، قال له ماشي حلو. في عندك 5 مع باكوردز، هذا مرض اسمه باكوردز، بده فارماسي يكون فيه، وعندنا 1 فارماسي بالهوسبيتال، اذا داويتهم باخذ 10 بوينتس و10000. فهلا حيجي الاسعاف وحيجيب المرضى هدول ماشي، وراح يجوا ويحاولوا كلهم يوقفوا طابور وين قدام الفارماسي. فهي فكره كمان منيحه لحتى اورجيكم الطوابير كيف بتصير. طبعا انا حيلزمني كراسي ليعدو، فهلا مثلا حاعمل هيك، هاي كرسي هون وهي كرسي هون، خليهم مشان يعدوا بالانتظار يعني. اوكي هدول كلهم هلا حيوقفوا على الفارماسي ومشان يتداووا من المرض اللي عندهم. اوكي وكل ما تداوي حدا بتاخذ منه مصاري. هلا هذا مثلا دايجنوسيس، هذا هابي كذا بيقول لك قديش انبسط مبسوط انه بالخدمه. اورايت هيهم كلهم جايين هلا وحيتداووا هون. طبعا حتى فيك انت تجي وتحدد انه مريض يطلع قبل حدا اذا حابب، مثلا في عندك حدا حابب يخلص اول فيك تعملها هيك. هلا يا بيلحقوا يا ما بيلحقوا، عندك هذا الوقت 90 يوم لحتى يداوون. طبعا 90 يوم هون يعني فعليا هيك بتخلص بسرعه. ليك هذا الاهبل جاي هون مفكر حاله فريدي ميركوري تبع كوين. اورايت لازمنا نيرس ثاني لانه كتير زحمه، فحناخذ هذا النيرس. هذا ما عنده ولا سكيل بس بتقدر تعمل هذا الشيء. فينا نعمل ستاف روم لحتى، مو ستاف روم، تريننج روم. فميكس بتجي هون مثلا بتقول له اعمل لي تريننج روم، هي وينها ليك تريننج، بصير بتقدر تعمل صف بتحط فيه العالم بتصير بتدرسهم لحتى تعلمهم تعطيهم سكيلز جديده. اوكي هذا بدي سايكايتري. اوكي لحظه قبل سايكايتري ريكوايرد، ف جيت بيشنت تو ويت، راح ابني اهم شيء هلا حابني هاي دكتور نفسي. تمام ححط هاي هيك وافتح باب من هون، حط كرسي وحط له الكاوتش. يس
تمام. وهي بلانت ونحط ويندو. حلو خليها هلا مبدئيا هاي هيك. وبدنا نجيب دكتور يكون عنده بدنا نلاقي دكتور يكون عنده بيقدر يعالج امراض نفسيه. بتحطه بالمستشفى بصير شو بياخذ بيداوي المرضى اللي معهم امراض نفسيه وهكذا شوي شوي حتبني المستشفى تبعك. الجيم كتير كيوت يعني في جنان وانا جود واي. اوكي هذا راح يريح الاسيستنت. هلا الناس حتبلش توقف طوابير. هاي هون صار واقفين طابور ثلاثة لأنه الأخ أخذ بريك أو الأخت أخذ بريك. فأنا حعمل هاير لأسيستنت تاني وراح أخذه وأقول له وقف هون احتياط. بصير مثلا إذا بدي فيني أعمل آيتمز مع الوقت كمان فيك تصير تحط أشياء مثل مثلا كافيه بصير واحد بصير بوزع قهوة. هذا مثلا فيك تستعمله بروح بيقروا المجلات إذا طفشانين بدل ما لهم ضايق خلقهم. هلا هون مثلا بوردو اتراكتيفنس اوكي اللي هي ثيرست. هدول مين عطشان مين بده حمام وين كان البوردوم هذا يمكن بيشنت هابينس ستاف هابينس. مين من الستاف عندي مبسوط ولا لا؟ اظن لازم لي دكتور تاني كمان لنفس المشكله ولحق اذا بتلحق طبعا. بس هلا الفكره انك عم تبني وتكبر هذا المستشفى. هلا بصير كمان هذا في ستة واقفين طابور عليه معناتها على الاغلب صار لازمني اعمل كوبي لهذا وحط واحد تاني سموير. مثلا هذا هيك راح احط عياده تانية وقول له يس. عملت له كوبي مثل ما هي مشان ما ارجع ابنيه مره تانية. هذا كان اول ما نزلت الجيم ما كان في هذا الشيء بعدين زبطوه. طيب هذا سايكايترست راح احطه هون. هلا صار عندي ثلاث دكاتره. اوكي هذا شو بده جو 90 دايز وذات ديث. حلو هذا كيور 2 فيلد 1 وبقيان معي لسه وقت لخلص ان بروجريس 2 بقيان 2. حلو حتى فيك تسرع الجيم اذا بدك اسرع شوي مو كتير عشان ما تخرب بس يعني ذاتس ات. شوي 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 بتبني المستشفى تبعك بصير عجقه. خليني ورجيكم المستشفى عامله. حروح كويت مين منيو وسيف ماشي. بس هذا بالكامبين مود كونتينيو لورجيكم كيف ممكن الموضوع يكبر. طبعا انا حفوت لهون ان شاء الله بس اخذني على ايه تمام اخذني هون. مثلا خلينا نفوت على هاد. هذا الفاليو تبعه 3 مليون حق الاغراض اللي فيه. اوكي شوف المستشفى الكبير هذا حتى مو مكمله يعني هذا مو اكبر واحد عامله انا فعليا. بس يعني هون مثلا في عندك ثلاثة سايكايترست عندك هدول الجي بي اوفيسز وحتى حاطط لهم مزود لهم هي فالمستشفى تبعك حيكبر. في هون حمامات مزبط لهم حمامات كبيرة ليستعملوها حتى ما بعرف ليش مكبرون كل هالقد بس ما مشكلة. هون عم يتدربوا ليكون عم يدربون على شيء عم يدربون على الدايجنوستيك. فجايب دكتور لا مدرب من برا دافع له ليجي يدربون وقاعد عم يدربه. ما بعرف ليش هاي الفيديوهات غريبة لك وهاخد تاخد شهادة إذا خلصت التدريب. يب الجيم فيها ديتيلز حلوة. هذا شوف هذا معه اكتئاب too cold بردان. بس لا هو شو مشكلته too hot too cold too complains top complaints top positives. ما حاطط شيء معين. لسه بدهم يفحصوه ما بيعرفوا شو مشكلته. هون كلاونز واحد بيجي مهرج بيصلحوا هي حيصلحوا المهرج هون. علاج نفسي فعليا. What the hell. هيو ها مشي حاله صار بني آدم طبيعي. وهون عندك وورد في ست كرات خوت. طبعا فيك تاخذ اكثر فيك حتى تجي على هون تقول مثلا انا بدي اكسترا ستاف. هو واحد اللي جوا بس فيك تقول مثلا حط الاثنين فبصير بعض الاماكن مو كل الاماكن بصير مثلا بالوورد بصيروا في اثنين بصيروا بيخدموه. هون في واحد مات تمام. هون مثلا متن يونيفرستي جيف اس 5000 لانه عملنا التريننج فمرات بس تعمل التريننج بيعطوك بوينتس حسب السيناريو. ما
هي تو بوينت هوسبيتال، اللي بيحب هيك العاب كتير نصيحه بصراحه، اللعبه كتير لذيذه. في هون هذا بيصلح هذا اللي هون الابيض اللي ملا الوان، بيجي هون بيلونوه. طيب هذا مدري شو كان، اظن انجكشن، اي هذا اللي بيشك ابر، مدري بيسحبوا منه دم يمكن، اي هذا سحب الدم. متعبين حالهم الجماعه، او ماي جاد، اي هيو سحب الدم منه، مشي الحال. دراما العادي. المهم هي الجيم هون اكس ري، لعبوها واكتشفوها، هي حلاوتها تكتشف لنفسك. المهم لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ونشوفكم بعدين. سلام.